السلام عليكم، يعطيكم العافية. ايش هاي معاي كمان اليوم؟ يورين سامبل. تمام، شوفوا لي البلد، هاي العينة اللي هي 304 رقمها. تمام، شوفوا لي البلد. في 2-3-4 types of growth، في جرام بوزيتيف في جرام نيجاتيف. طبعا دائما البلد زي هيك انا ما بكون واضح معي، بشوف الاي ام بي بليت او الماكونكي. تمام، هاي في عندي 2 types of growth. اتمنى يكون التصوير واضح. في 2 types of growth. تمام، في ميتاليك شايني، شايفينها فيها لمعة لما نحرك البليت زي هيك. وفي الميوكويد كولوني، راح اخذ اقرب زاوية توضح الحكي هذا. طبعا انا شرحت بفيديو قبل هيك عن البري دومينانت، لما يكون في عندي تو جروث باليورين راح اشتغل البري دومينانت، يعني الاكثر نمو. فشوفوا لي هاي هي تو جروث في الكليبسي اللي عملت الميوكويد. هاي واحدة، تنتين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، تقريبا من 10 إلى 15 كولوني اللي هي الميوكويد كولوني الكليبسيلا. تمام، راح أشوف الجروث الثاني اللي هو إيكولاي مبين مثل تشاين، واحد، اثنين، ثلاث، تقريبا بيجوا 50-60. ف60 بعتبرها إيش؟ البريدومينانت اللي هي أكثر نمو من الكليبسيلا. فانا معناته راح اعمل بروسيسنج للبريدومينانت 1 اللي هي للايكولاي فقط، راح اعمل لها بروسيسنج للانتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست، ما راح احط تو اورجانيزم. تمام، وان اورجانيزم اونلي اللي هو البريدومينانت الايكولاي، او اللي بيكون ممكن كانت الكليبسيلا اكثر عددها بعتبرها الكليبسيلا او الميوكويد او وات ايفر. في احد الزملاء سال سؤال، قال متى طيب بعتبرها تو اورجانيزم وبعمل بروسيسنج للتو اورجانيزمز؟ بعتبرها تو اورجانيزمز لما يكون الجروث متساوي، يعني في 40 مثلا ايكولاي و50 كليبسيلا، او العكس، يعني النمو تاعهم متساوي، او بكون ميكست جروث، يعني هيفي جروث وميكست جروث فوق بعض مش قادر افصلهم. بعمل ايزوليشن، بفصل الاورجانيزمز عن بعض، بعدين بعمل بروسيسنج للتو اورجانيزمز، وبالريبورت بطلع تو اورجانيزمز ايزوليتد، 1 ايكولاي و2 كليبسيلا سبيشيز. مفهوم؟ اي حدا عنده سؤال بتمنى بالتعليقات. تمام، يعطيكم الف عافيه.